السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتطابقات الهامة لي زيدونتيتي روماركابل. إذا في هذا الفيديو غنحاول نشوفو كيفاش نستعملو المتطابقات الهامة في عملية النشر. إذا نبدأ بسؤال تمهيدي: ديفلوبي إكس زائد ثلاثة لكل أوكار. إذا إكس زائد ثلاثة لكل أوكاري، يمكن لي عندنا كنعرفو بأن أ كاري كتساوي لنا أ مضروبة في أ. إذن إكس زائد ثلاثة لكل أس اثنان هي إكس زائد ثلاثة مضروبة في إكس زائد ثلاثة. إذن ممكن نديرو عملية النشر: إكس في ثلاثة أو لا إكس مضروبة في إكس هي إكس كاري، إكس مضروبة في ثلاثة هي ثلاثة إكس، ثلاثة مضروبة في إكس ثلاثة إكس، و ثلاثة نضربوها في ثلاثة هي تسعود. نبسطو هاد التعبير، هذا غادي يعطيني ثلاثة إكس زائد ثلاثة إكس هي ستة إكس زائد تسعود. إذن هذه طريقة من طرق النشر. كاين واحد الطريقة اللي كنستعملو فيها ما يسمى بالمتطابقات الهامة بليدونتيتي روماركابل. إذن بشكل عام نعتبر واحد أو بي عددان. إذا أ زائد بي لكل أس اثنان كتساوي لنا أ مربع زائد جوج أ بي زائد بي مربع. منين جاتنا هاد ليكسبريسيون هاد؟ إذا غادي نبرهنو، غادي ننطلقو من أ زائد بي لكل أس اثنان باش نبينو هاد المستبقة الهامة منين جبناها. إذا غادي ندير نفس الفكرة اللي استعملت هنا. إذا أ زائد ب مضروبة في أ زائد ب، إذا أ مضروبة في أ هي أ أس اثنان، أ مضروبة في ب هي أ ب، ب مضروبة في أ هي ب أ، و ب مضروبة في ب هي ب كاري. إذا بما أن الضرب تبادلي، لا ميتوبليكاسيون اي كوميتاتيف، اذا شنو كاين التبادل؟ كاين ان ا بي راه كتساوي لنا بي ا. اذا ضربنا جوج في ثلاثة هو ثلاثة في جوج، اذا الضرب في تبادل، وكذلك حتى الجمع راه تبادل. اذا ا كاري هاد ا بي هي ا بي زائد ا بي، اذا هي جوج ا بي، لان قلنا هاد ا بي يمكن لي هاد بي ا راه هي ا بي، دونك هادو متساويين. إذا جوج أ بي ولا جوج بي أ بحال بحال، إذا زائد بي كاري. إذا هذا هو التعبير ديال المتطابقة الهامة بعد النشر ديالها. إذا حنا شنو الهدف من هادشي هذا؟ الهدف هو أنه في النشر ما غنبقاش نستعمل هاد الطريقة هذه اللي هي طويلة شي شوية، غنبقى نستعمل هاد الطريقة المختصرة، بحيث أنه ميكون عندي أ زائد بي لكل أس اثنان مباشرة غنطبق أنا أ كاري زائد جوج أ بي زائد بي كاري. ناخذ واحد المثال تطبيق. اذا عندنا اكس زائد 3 لكل او كاري، اذا على شكل متطابقه هامه ا زائد بي لكل او كاري. اذا نطبق عليها القاعده، اذا ا كاري ا هو الحد الاول، اذا اكس راه كتمثل ا و 3 كتمثل بي. إذا إكس كاري زائد اثنان، لاحظوا بأنه كاين ثلاثة ديال لي تاغ، إذا زائد اثنان فاش كاين ثلاثة ديال لي تاغ، كلهم فيهم زائد زائد، إذا جوج في أ في بي، إذا جوج في إكس في ثلاثة، جوج في إكس في ثلاثة زائد ثلاثة أس اثنان، أي بي أس اثنان، إذا إكس مربع زائد، إذا جوج في إكس في ثلاثة، كنديرو جوج في ثلاثة هي ستة إكس زائد ثلاثة أس اثنان هي ثلاثة في ثلاثة أي تساوي تسعود. إذا هذه كتسمى المتطابقة الهامة الأولى، يعني لا بخوميييغ إيدونتيتي روماركابل. دابا نشوفو الحالة الثانية اللي كيكون فيها ناقص إكس ناقص ثلاثة أس اثنان. بنفس الطريقة يمكن لي
نحسب هذه إكس ناقص 3 أس 2، إذن هي إكس ناقص 3 في إكس ناقص 3. إلا درنا النشر إكس مضروبة في إكس هي إكس أو كاري، إكس في ناقص 3 هي ناقص 3 إكس، ناقص 3 في إكس هي ناقص 3 إكس، وناقص 3 في ناقص 3 ناقص في ناقص زائد أي 3 أس 2 أي 9. إذن إكس مربع ناقص، إذن ناقص 3 ناقص 3 إكس هي ناقص 6 إكس زائد 9. كذلك يمكن لي تعاود نستعمل هذا النشر، نستعمل المتطابقة الهامة اللي هي أ ناقص ب الكل أو كاري. شنو كتساوي؟ كتساوي لنا أ مربع ناقص جوج أ ب زائد ب مربع. إذا منين جاتنا هاد المستبقى الهامة، نديرو البرهان أ ناقص ب أس 2، إذا هي أ ناقص ب في أ ناقص ب، نديرو النشر أ في أ هي أ أس 2، و أ في ناقص ب هي ناقص أ ب، ناقص ب في أ هي ناقص ب أ، قلنا ب أ راه هي أ ب، لأن من يمكن لي نكتب أ ب ضرب تبادلي، وناقص ب في ناقص ب هي زائد ب أس 2. إذن أ مربع ناقص أ ب ناقص أ ب هي ناقص جوج أ ب زائد ب أس 2. إذن هذا هو النشر ديال المتطابقة الهامة رقم جوج. إذن حتى بالنسبة لنا مباشرة من يكون عندي تعبير بحال هذا غادي نطبق عليه هاد العلاقة هذه. إذن في المثال ديالنا يمكن لي نستعمل نحسب x ناقص 3 أو كاري باستعمال المتطابقة الهامة. إذن x العدد الأول كيمثل a والعدد الثاني كيمثل b، إذن a كاري أي أن x أو كاري ناقص جوج في a في b أي في x في 3 زائد ب مربع اي 3 اس 2. لاحظوا كندير اكس و 3 ما كنديرش ناقص 3، يعني كندير هذا الحد وهذا الحد هذا بلا اشعار. اذن اكس مربع ناقص 2 في 3 اي 6 اكس زائد 3 اس 2 اي العدد 9، يعني نفس النتيجه اللي لقينا باستعمال الطريقه الاولى. ناخذ مثال تطبيقي. إذن أ كتساوي لنا 3 ناقص إكس الكل أو كاري، إذن نطبقو عليها المتطابقة الهامة. قلنا الحد الأول كيمثل أ و الحد الثاني كيمثل ب، إذن أ مربع أي 3 أس 2 ناقص 2 في 3 في إكس، يعني في أ في ب، إذن في 3 في إكس زائد في المتطابقة الهامة الثانية عندي ناقص زائد، في الأولى كان عندنا زائد زائد، إذا زائد ماذا؟ زائد إكس أس 2، إذا 3 أس 2 هي 9، 2 في 3 إذا 6 إكس زائد إكس أس 2. الحالة الثالثة ديفلوبي إكس زائد 3 مضروبة في إكس ناقص 3، إذا نديرو النشر إكس في إكس هي إكس أس 2، إكس في ناقص 3 هي ناقص 3 إكس، زائد 3 في إكس هو زائد 3 إكس، وزائد 3 في ناقص 3 أي ناقص 9. إذا لاحظوا معايا هنا عندنا ناقص 3 إكس زائد 3 إكس، هادو كيتسماو عددان متقابلان دو نومبغ أوبوزي، إذا المجموع ديالهم صفر، إذا كيبقى لنا إكس كاري ناقص 9. كذلك عندي متطابقة الهامة رقم 3، إذا إكس ناقص أ ناقص ب عامل أ زائد ب شنو كتساوي لنا؟ أ مربع ناقص ب مربع. نديرو البرهان، إذا غادي نديرو النشر أ في أ هي أ مربع، و أ في ب
زائد AB ناقص B في A ناقص BA وناقص B في B هي ناقص B كاري. إذا عندنا A كاري زائد AB ناقص BA هي ناقص AB، قلنا ضرب تبادلي AB هي BA، إذا ناقص B كاري. إذا هادو عددان متقابلان المجموع ديالهم كيعطيني صفر، إذا كيبقى لنا A كاري ناقص B كاري. إذا مباشرة يمكن لي نطبقو على هاد المستبقة الهامة. إذا ناخدو مثال تطبيقي أو مثالين، x ناقص واحد عامل x زائد واحد، إذا شنو هي؟ هي a مربع ناقص b مربع، إذا فين هو a؟ a في هاد الحالة هو x، واحد هو b، a b، إذا a مربع اي x كاري ناقص واحد أس اثنان، إذا x كاري ناقص واحد. المستبقة الثانية A زائد B A ناقص B، إذن X أس 2 ناقص 3 أس 2 إذن كتساوي X كاري ناقص العدد 9.